ها ما اسمهاش تليفون، تليفون. ايه اللي حصل؟ الاو عملت لها ريدكشن شوا بقت اسمها تليفون، تليفون مش تليفون. اوكي حتى كلمه فوناتكس ما اسمهاش فوناتكس او فوناتكس، لا دي هنا دي شوا فاسمها فوناتكس. طيب تعالى نروح شويه للامريكان برونسيشن، نيجي عند التي بقى مثلا. يعني ايه هو اللعب كله في الامريكان على التي والار؟ وتعالوا ناخد اكزامبل اهو على الكلمه دي، تمام؟ تعالوا نجرب كده. هي في البريتش احنا قلنا ووتر، صح؟ ووتر يعني دبليو اي تي، الاي ار بقت شوا بقت اسمها ووتر، ووتر، صح؟ طيب في الامريكان اه خليها ايه بقى؟ في امريكان اولد امريكان شويه بيخلي التي دي فاسمها ووتر، بدل ووتر بقت ووتر، فبينطق التي. اه طبعا كل دي ايوه ليها رولز بقى، ان لازم يكون في شرط عشان اعرف احرك التي، يعني احنا بنسميها كده عشان احرك التي فلازم تكون سهل حركتها، فلازم تكون ما بين تو فاولز عشان اقدر احركها قبل وبعد. لو مش تو فاولز لا هتتنطق عادي. اوكي اه وزيها زي الكلمه دي برضه، ها دي احنا قلنا اسمها ايه؟ ها في البريتش قلنا امبورتنت، مش هقرا الار وخلاص، امبورتنت. هم بقى عملوها ايه؟ امبورتنت، نطق الار، نطق الار اه واتعامل مع الار على انها فاول برضه، على انها منطوقه او مش منطوقه، كانت اسمها امبورتنت. امبورتنت دي اسمها ايه؟ كومفورتابل، كومفورتابل جي في اه كومفورتابل بينطقها بيطقوها كده، هي كومفورت، كومفورتابل في الامريكان. اوكي ده الاولد شويه اللي هو بيخليها دي بدل ايه، ما هي بيخليها دي بدل تي يعني. ولكن الاحلى بقى من كده واللي هو موجود دلوقتي، ودي اهم كلمه بقى بتقابلنا وفي ناس بتحدد موقفها منها، هي اسمها انترفيو. بصوا هو في كل حال من الاحوال هي مش انترفيو خالص، يبقى هي مش كل الاحوال هي مش انترفيو، يبقى اي حد رايح انترفيو ما يروحش احسن. اوكي يبقى ما حدش يروح انترفيو خلاص، امال هو اسمه ايه؟ اول رول انترفيو اي شو انترفيو، انترفيو مفيش انترفيو. طيب ده البيتش عادي، ها او انترفيو، حد سمعها كده قبل كده؟ انترفيو. ايه اللي حصل؟ ها؟ ايه اللي حصل؟ حاجه اسمها سبستيوشن، ها؟ ان انا استبدلت اما التي اما الار، فلو انا هقرا الار فمش محتاج التي، فهقول انترفيو وكان التي هي اللي ساينت، وبنفس الرول برضه انها لازم تكون برضه وراها ار اساسا، او اللي احنا هنحولها لشوا، يبقى هي اصلا كانت انترفيو، انترفيو. اما الار سايلنت واما التي سايلنت. الار سايلنت دول باتش اكتر، التي سايلنت دول امريكان بقى. بيقولها ايه؟ انترفيو، انترفيو، انترفيو. حلو جدا. طب في كلمه زي دي بقى هيغيرها ازاي؟ ها؟ هي اصلا تي وار اهي، هي كان اسمها ووتر، ووتر. هيقراها ازاي؟ وور ما جاتش، فراح عمل ايه؟ ار مع الار بقى اسمها وور، اه وور. زي بقى كل اللي احنا شفناه، اه كمبيوتر، هو ما اسموش كمبيوتر، هو اسمه كمبيوتر صح؟ عشان الاي ار بقت شوا، ها؟ او كمبيوتر، كمبيوتر يعني التي بقت هي الار، مش تي لا مش دي بقى خلاص بقت اه خلاص بالظبط كده، اه اه. او بقى في الكلمات القديمه زي مثلا ممكن تسمعي كومفورتابل مثلا، عشان هنا ما فيش فورس استبدال، لان هنا هي ار تي مش تي ار، واخد بالك المشكله فين؟ في التي ار مش في الار تي، في الار تي ممكن نعملها دي او نقراها عادي خلاص، او نشيل ار، اما في التي ار يعني تي الاول وبعدين الار،
يبقى هنعمل ايه؟ ها هنا interview فنضقت ال T R او اعتبرت ال T silent ونضقت ال R. طب هنا T و R ومش هينفع اخلي ال T silent لان ال pronunciation هيبوظ كده فخليتها هي اللي R فاسمها word بقى ده اسمه computer. دي بقت اسمها اصلا كان اسمها تويتر بقت تويتر فهمتوا الفكرة؟ تمام؟ دي من اهم الامريكان برونسيشن اوكي؟ كمبيوتر بالبريتش كمبيوتر بس شوا اللي هي البريتش بس في موضوع الار الار بقت شوا فهو اسمه كمبيوتر واحد تنطق الار لو انا حطيت وراها اند مثلا يعني مثلا كمبيوتر عشان حطيت ان برينتر البرينتر دي اللي هي كانت ايه؟ كانت اهي كانت كده برينتر بالامريكان بقى تعالوا نشوف عامله ازاي؟ ده تي وار اهي ها؟ برينر اهي برينر اوكي؟ فهمتوا الفكره؟ بس طبعا احنا مش لازم نستخدم ده بس لازم نعرف ده عشان لما اسمعه افهمه وعشان لما اجي اقول الكلمه دي بالذات اقولها صح وابقى محدد موقف اما بريتش اما امريكان يبقى انا لو دخلت او اللي قدامي او انا قلت انترفيو يبقى احنا بنتكلم بريتش اللي قدامي او انا قلت انترفيو يبقى احنا بنتكلم امريكان يبقى لازم ناخد بالنا من ده تمام بس ده يعني برضو مش هنقول كل ولكن اهم ال important او most important pronunciation in America طبعا هو ليها حاجات تانية كتير بس مش كلها متداولة دلوقتي مش كلها ممكن نحتاجها دلوقتي اوكي ناخد بقى بسرعة كده حاجة اسمها short form الاول في حد عنده اي questions بالنسبة للأمريكان اوكي في بقى حاجة اسمها short form يبقى احنا كده اخدنا اللينكينج words عرفنا ازاي نعمل link or connect between words اوكي وشوفنا الفرق بين الكونسنس والفاولز وازاي نربط ما بينهم دلوقتي بقى هنشوف ازاي نعمل حاجة اسمها short forms of pronunciation اوكي في بارت كمان بس هنزوده الاول بالنسبة لي الجزء الامريكان في الجزء الامريكان كمان في عندنا بعض ال words بتتحط مع بعض زي مثلا have got احنا بنعملها gotta بدل ما اقول I have got a car في البريتش يقول لي بس ايه بلاش I have خليها I've got a car اوكي ده بريتش في الامريكان بقى قال لي ايه خليها gotta بدل have got فبدل ما اقول I've got a car اقول ايه I got a car طبعا لما نيجي بقى نشوف بصوا الاسرع بقى gotta اصلا اخرها vowel وأكا هي هتبقى بادئه بالفاول فبقت هي كلها كانها وورد واحده بقول اي جوت ا كا فبقت اسرع كمان طب وده فين الهاب خلاص بقى مش موجود بس كتابه كده حتى في الكتابه بيتعاملوا كده ككتابه عاميه زي ما احنا بنكتب كده ايه انا رحت يعني فاهم مش لغه حقيقيه يعني كمان I'm going to خليناها جونا بدل ما اقول I'm going to حتى في الاسرع اقصى حاجة هعملها سرعة ان بدل ما اقول I am going to اقول I'm going to لا هنقولها I gonna على طول gonna يبقى gonna بدل going to ده امريكا اوكي كمان I want to هخليها wanna يعني بدل ما اقول I want to go I wanna go على طول طب ده اقدر استخدمه بصيغة فورمال؟ لا ما ينفعش نو يعني اوكي دول امريكان وانفورم بدليل ان ما ينفعش استخدم دول as words written مكتوبين في ايميل او في
او فليبرت مثلا او حاجه شبه كده ما ينفعش. الانجليش انجليش اللي احنا عارفينه. طب ولو حد الشورت فورم اللي هي ابوستروف في اي ابوستروف ام الحاجات دي ما ينفعش اكتبها في الفورمال كمان، لازم اكتب اي هاف هي از مش هيز، سواء ريتن او سبيكنج الاثنين. حتى في السبيكنج يفضل كده طبعا. ما ينفعش ان انا اقولها يعني مع مديري، ما ينفعش اي وانا كذا اي وانا تو الا لو الموضوع فريندلي بقى خارج نطاق الشغل. تمام. وطبعا اي دونت نو بقى احنا عارفينها دي اصلا ليها رول، يعني مثلا بدل ما اقول اي دونت نو اقول اي دونت نو. بصوا الفرق بقى ان اي دونت نو دي رول برونسيشن ولكن دي ابريفيشن يعني اختصار او شورت فورم ان امريكان لانجوج. تمام. اوكي. برضو دول برضو في حاجه اسمها كايند اوف kind of يعني نوع من كذا، يعني مثلا ايه it's a kind of card. It's a kind of card. بس برضو بتستخدمها ايه kind of kind of it's a kind of kind card. It's a kind card يعني kind of a card. تمام. kind of kind of بس هي kind of تمام kind of. طب عايز اعرف الكلمة عشان كده بقول انا وانا kind of دي American American informal informal American. واللي جنبها دي برضه فورمال امريكان. فين؟ I have got و I have و I am going to. دي كده باتش وفورمال امريكان الاثنين. المختصر الباتش كده ان انا اختصر هاف اي اختصر ام اي، بس دي اقصى حاجه عند الباتش. ناخد بقى الشورت فورمز كمان، طبعا دول لسه ممكن يبقى لهم تكمله ثانيه، احنا كده بناخد البيزكس نفسها. يعني دي بيسكس ان في حاجات بتتعمل كده، يعني ممكن هاف جوت بقت جوت كايند اوف بقت كايند، في حاجات تانية ماشي ممكن نلاقيها ممكن نفوجئ بيها واحنا بنستخدم مثلا اكسبريشن او بنقرا في حاجه، او انا ممكن ابعت لكم برضو شيت كده في كل بقى اللي شبه دول. تمام. ده لو احنا حابين نكملهم، يعني دول اهمهم اللي بنستخدمهم. في باقيين ممكن نستعملهم. الشورت فورمز بقى اللي احنا عايزين نتاكد عليه هي ازاي استغنى عن بعض الليترز في الكلمات اللي بنسميها فانكشن ووردز. الاول الوردز او الناونز في الانجليش متقسمه حاجتين، حاجه اسمها كونتنت ناونز وحاجه اسمها فانكشن ناونز. مش فانكشن اوكي فان، ما عشان هي فان تبقى فانكشن. اوكي نفس الفكره، يبقى اليو هنا اوكي ده اكتشوال، يبقى فانكشن وكونتنت. كونتنت ناونز يعني كلمات محتوى يعني ليها معنى حقيقي زي تيبل ديسك موبايل تشير ويندو، دي اسمها كونتنت ناونز ليها مينينج. اما الفانكشن ناونز الكلمات اللي مش ليها مينينج ولكن ليها فانكشن يعني وظيفه، زي مثلا اني استخدم verb to have and has، اني مثلا استخدم حاجه اسمها pronouns اللي هي he و him و his و she و her و they و them والكلام ده كله، دول اسمهم فانكشن مش ايه مش words اساسيه. يعني هم ليهم grammar function مش ليهم meaning حقيقي. مالهم دول بقى؟ دول اكتر words تستخدم فيهم الشورت فورم. شفنا ده احنا على المستوى العادي الدراسي حتى بتاعنا لينا ولولادنا، ان مثلا I am I'm as written و as pronunciation، يعني حتى اختلفت اهي I am I'm he is his. خد بالكم ان his it's called his he is and he has he has his he is okay. بنفهم من الميننج his a car sure he has a car he's a businessman يبقى sure is sure has okay. مثلا would I would like to it begins I'd like to. At restaurant, for example, when we want to order something from the menu, I say, I'd like
to have fish today. I'd like to have an apple pie today. Okay, so I'd like, not I would like. I'd like. Okay? The same with verb to have. I, not I have. And the I'd, it means I had. So I'd, it may be would or had. Like his, it may be has or is. Okay? All of them, okay? And the I'll, it means I will. Not will, I'll. Okay? I'll. Okay. They are the famous one for us. يعني دول المشهورين بالنسبة لنا. دول احنا عارفينهم سواء مننا من نفسنا أو من أولادنا. مثلا في الدراسة. في بقى كمان الجديد شوية بقى. مثلا واحد بيقول لحد kill him أو kill them. Kill him أو kill them. يعني أقول اقتلوا أو اقتلهم. حتى انتوا ممكن تسمعوها دي في الموفيز مثلا بقى انتوا تتفرجوا على الافلام هو ما بيقولوش ابدا kill him خالص يعني لو احنا سمعنا ركزنا كده كلم ايه ده راحت في اتش مش عايز اتش يبقى بنعمل ريدكشن مش بس للفاولز بالنسبه للفانكشن ووردز احنا بنعمل ريدكشن للليتر الاساسي فيها كمان يعني المفروض الاتش ده اساسي جدا فانا خليتها ام ومش ام ام يعني الاي بقت شوا والاتش مش موجوده بقت كلم مش كلم حتى مش ام يعني مش شلت الاتش بقت ام لا ده انا شلت الاتش خالص والاي بقت شوا فبقت كلم ونفس الكلام مع دام كلم برضه الله طب انا هفهم ازاي بقى كلام دي يعني اقتله هو ولا اقتلهم هم ده كده ممكن تروح فيها بقى عن طريق الموقف بقى واللي انا شايفه حسب المينينج زي مينينج اوف يو طب هي يو يعنيها ايه هم او انت يعني جاي الاثنين بقى حسب يعني انا بقول لحد يو اوت ممكن اكون اقصد واحد بس ممكن اقول اقصدكم كل ما اعرفش هتبان من الموقف بقى من السيتويشن يعني ممكن يكون محمد مضايقني قوي بقول له ايه يو اوت خلاص انا كده مخرجه ورا طيب ظبط طبعا اوكي ممكن يكون بقى ايه ممكن بقى ايه مامته بقى بتدافع عنه وهو يعني لو ده يقول ايه يو خلاص فجاه رانيا بقى لا ازاي بقى اقول لهم يو خلاص يبقى كده بقينا كلنا تمام وكل ما حد يتكلم بقى ندخلها في نفس الكلمه يو مفيش غير كلمه واحده ممكن نضيفها على كلمة يو علشان أوضح إن أنا أقصد يو تو بس. كلمة اسمها إيه؟ both. لو أنا عايز أوضح both of you. Both of you. كده بقت عملت المثنى اللي مش موجود في الإنجلش. هو أصلاً من أول تو في الإنجلش بلورال خلاص. لكن اللي ممكن يعمل لي مثنى هي both of you. ها؟ both of them. ها؟ both of us. وهكذا يبقى كمان كل البروناونز زي ما شفنا كده طب لو هي بقى بنت يعني عايز اقتلها هي بقى اقول له ايه kill her صح ها killer يعني الاتش مش عايزها ودي بقت شوا بقت اسمها killer اوكي الحاجات دي كلها بتسمعوها على فكره بس ما بتركزوش فيها يعني عايزكم بقى بالظبط كده نفس البرونسيشن او الناس اسمعها كانها مينينج دي تمام بالنسبه بقى لل كمان البروبوزيشن زي ما اتفقنا على اوف بقى زي ما اتفقنا الاف هنا هي في اوف وكمان الاو ما اسمهاش او هي مش اوف هي الاو نفسها بقت شوا والاكزامبل عمل كده اهو ها ا كاب اوف كبر تي cup of tea دي of مش of يعني دي شوا a cup of tea وفي لينك هنا في لينك يبقى اسمها a cup of tea مش cup of tea a cup of tea تمام a cup of tea يبقى اي حاجه فيها of كاني مجرد بزود لها v مع الشوا الخفيفه يبقى اسمها a cup of tea a bottle of water A bottle of water. مش of, مش a bottle of water. لا, a bottle of water. Okay?
دول اسمهم short forms، يعني بعمل reduction للfunction words. طبعا برضو هم كتير جدا، بس احنا برضو اخذنا كده اهمهم او اشهرهم. في الكورس التفصيلي بقى بتاع يوم الاثنين ده، كورس على مدى 3 شهور كاملين بناخد دول بس. اوكي، بس كلهم بقى، كلهم يعني الزي ها لوحدها، زين بقى ها، هير بقى النهارده، هيم بقى النهارده. اوكي، التفصيل بقى بس مش بناخد فوناتكس بس، احنا بناخد عشان بناخد في الليكتشر الواحده جرامر وفوناتكس، ولسه كمان هنضيف الشهر اللي جاي هنضيف كمان اكسبريشن للساينتفك والماث، اللي هي مصطلحات الناس والساينس اللي بتقابلنا في الايدوكيشنال بروجرامز بتاعت اي حد، اي حاجه تعليميه فيها اكسبريشنز للناس واكسبريشنز للساينس. تمام، برضه عشان يبقى عندكم فكره، عشان ده حد يعني حب يطمع فيه ولا حاجه. وبرضه حتى لو مش هتحضروا فيه، انا هحاول اجيب لكم الداتا برضه، لان الداتا بتاعتهم ممكن تساعدني، فممكن اوفر لكم الداتا بتاعتهم برضه حتى لو عن طريق الجروب، مش لازم يكونوا كورا. بس احنا كده تقريبا خلصنا كل حاجة ممكن تساعدنا على البرونسيشن. بس لازم أأكد لكم تاني، practice makes you perfect. اوكي، عجبتني صفاء جدا انها استخدمت حاجة من اللي احنا بنقولها دايما في الكورس بتاعتنا، correct grammar makes you speak less. اوكي، فهي يعني يمكن جربت ده بشكل عملي جدا، فحبت انها تقولها لنا في اخر السبيتش بتاعتها، وده كان شيء كويس جدا. دايما انا بقول براكتس، مش انا لوحدي يعني، دي اصلا في الانجلش لانجوج دايما بيقول لنا ايه، انجلش از ا لانجوج نوت ا سبجكت. دايما الجملتين دول بصعب قوي في اي كورس، في اي تجمع، في اي حاجه، لازم اقول لكم الاثنين دول، انجلش از ا لانجوج نوت ا سبجكت. خلاص، يعني اللي بيدرس اي ماده مش زي الانجلش، الانجلش مش ماده، الانجلش لغه. اوكي، ما تدرسش زي اي حاجه ثانيه. يبقى انجلش از ا سبجكت، نو، انجلش از ا لانجويج نوت ا سبجكت. تاني حاجه مهمه جدا، انجلش از ان امبورتنت لانجويج سو اي هاف تو براكتس. سو طب ازاي ابقى بيرفكت في الانجلش؟ براكتس ميكس يو بيرفكت. عايز ابقى بيرفكت يبقى لازم براكتس. كل اللي احنا خدناه النهارده ده هو شيء سهل جدا، ولكن لا يمثل اي شيء بدون براكتس. لو انا ما عملتش براكتس يبقى الكلام ده كاني ما خدتوش، اولا نسيته بعد كده شويه، خلاص نسيت اصلا الرولز بتاعتهم. حتى لو كنت عامل براكتس قدام شويه هبقى محتاج كل الكلام ده تاني عشان ابدا اشتغل تاني. طب احنا دلوقتي في موضوع ان احنا دلوقتي رسمنا، يعني حضرتك بتقول ان احنا نعمل براكتس. براكتس البراكتس لازم إيه؟ تكون ميكس. يعني ايه؟ بص، حد بيقول انا عايز اكتب، اقول له اوكي ريد مور تو رايت. يعني اللي عايز يكتب يقرا. طيب اي ونت تو سبيك ويل، اوكي ليسن مور تو سبيك ويل. يبقى الريدنج هو اللي بيخليني اكتب، والليسننج هو اللي بيخليني اتكلم. يبقى معنى كده انا عايز اعمل براكتس سبيكينج، اسمع كتير. يبقى كليسنر انت دلوقتي في مرحله كويسه جدا، از ا ليسنر انت كده بتتدربي تو سبيك، از ا ريدر يبقى انا كده بتدرب تو رايت. فاللي بيقرا كويس هيكتب كويس، واللي بيسمع كويس هيتكلم كويس. تمام؟ ما هو زي ما قلت لكم بقى، لو حد عنده حاجه يبعت لي بس الاول السورس بتاعها او اللينك بتاعها، اقول له اوكي او لا. الحاجه الثانيه ان انا هبعت لكم على الجاهز، هو يا جماعه اوديو ذهبي خلاص اسمعوها، او برده موقع او اي حاجه، او موقع او فيديوز او اي حاجه، او اي حاجه ممكن تساعدنا هتلاقوها موجوده عندكم. بالنسبه للناس اللي بتقولي بقى الافلام الاجنبيه بدون ترجمه، طبعا ماشي شيء كويس جدا، بس ما تركزيش قوي في كل حاجه لسبب. اصل في حاجه مثلا جاكي شان مثلا، الراجل بقاله 40 سنه بيمثل وما بيعرفش يتكلم انجلش اصلا، فانا هتعلم منه هو انجلش. بس هي دي الفكره. يبقى انا لازم يعني برضه لما اجي اتفرج على فيلم هتفرج على فيلم ايه؟ عايز تتفرج على فيلم؟ اتفرج على فيلم من اللي بيسموها الادب العالمي. يعني مثلا اوليفر تويست مثلا، جاليفرز ترافلز، روبنسون كروزو، جريت اكسبكتيشنز، ايوه الحاجات دي اتفرج على الافلام بتاعتها. لما تتفرج على الافلام دي هي مش كلها ممتعه، يعني افلام بتبقى معظمها روائيه وقديمه وممل، لا بس كفيلم ما بقولكش ايه اتفرجي عليها. هو ده اللي بتتعلمي منه بقى، هو ده الموفي اللي تسمعيه ها، ومن غير طبعا ترانسليشن.
ما هو برضه السونجز اولا برضه انت عارفه مصدر المطربه دي او المطرب ده ممكن يكون هو مش انجلش اصلا. الحاجه الثانيه الاغاني العربي نفسها، انا ساعات بسمع اغاني عربي ما بعرفش افرق ما بينها. يعني فاكرين سعد نبيها دي؟ صح؟ عارفين سعد نبيها دي عربي ولا انجلش؟ ثلاث ارباع الناس كانوا فاكرين سعد نبيها، واحده اسمها سعد واحد اسمه سعد وواحده اسمها نبيها ومش عارف رايحين يعيدوا ولا ايه. وفي الاخر طلعت سعد نبيها اسمها سعدنا بيها. بس اللحن خلاها تقولها بطريقه معينه علشان كده. يعني في ناس كتير قوي بيصدموني ان مثلا في اغاني عربي يقول ده طلعت بتقول كذا وانا ما اعرفش يعني ليه، لان هم بيقولوها بطريقه معينه عشان اللحن ويغيروا كلمات ويغيروا نوم. فبالتالي الاغاني مش كلها برضه، يبقى في اغاني معينه زي سونج، في سونج كده انا كنت بعتها لكم مره الله يا دي سونج دي تعليميه دي اديوكيشنال حلوه اسمعوها لذيذه. ابعت لكم حاجات زي يا ريت يا ريت دي سونجز ممكن اسمعها. السونجز بتاعت الافلام الانيميشن زي فروزن يعني وتانجلد والحاجات دي ممكن تسمعوا دول. اوكي يعني حاجات شبه كده بيقولوا في الحاجات اللي هي الشورت او حتى الافلام بتاعت الاطفال ذات نفسها ماشي ليها اساسا ان الحاجات فيها لينكينج مش ما فيهاش لينكينج وبيبقى لينكينج ماشي ماشي مش مهم. بس بعد ده وده وده كل حاجه، بس المهم يكون زي ما اتفقنا السورس كويس والوقت. والوقت بس خلينا برضه بس خلينا نتفق على حاجه، لو انا قررت اني اتعلم يبقى لازم احط لنفسي ساعه على الاقل يوميا. زي مثلا انا عندي مشكله في جسمي فعايز اروح جيم، ينفع اروح النهارده وبعدين اروح الشهر الجاي؟ يعني ساعه حلوه ساعه واحده، ساعه واحده بس كده. حتى لو رحت الجيم هيقول لك كده، هيقول لك ايه تعالي كل يوم 10 دقايق بس، انك تيجي كل شهر ده مش صح. بس فانا رحت النهارده نزلت شويه، رحت المره اللي بعديها بعد شهرين، طب انت اللي نزلته زدته اضعف اضعاف. لكن انا بروح كل يوم 10 دقايق بقل بس قليل، يعني بنزل بس بالراحه. نفس الكلام انت بقى حسب اللي عنده، اللي اشتغل ساعة فهو بيتطور بس بيتطور بالراحة، غير اكيد اللي بيشتغل ساعتين وثلاثة. بس اكيد في ظروفنا مش هنشتغل ساعتين وثلاثة، بس ساعة بس يوميا. لو مش يوميا يبقى احنا برضه بنقعد. طيب احنا دلوقتي هنسمع سمعنا الكلام بقى، التطبيق بقى معاهم. مش انا قلت لكم على الطريقة؟ انا بعت اوديو اهو، انت سمعتي خلاص. ايه المرحله الثانيه؟ لا في المرحله الاول اكتب اللي سمعته. سكريبت. ايه المرحله الثالثه؟ اقولها. ما نعمل دول تاني ماشي، معلش عشان التايم ما كانش صريحنا برضه، ولكن نحاول نعمل ده. يبقى لو انا بعت لكم اوديو هتعملوا الستبس دي ان شاء الله. خلاص اوكي بس خلاص. يبقى لو عملت اوديو نكتبوها ونعمل لينكينج الاول عشان نبقى فاهمين البوست بالظبط. وكمان هتبقى عندك سمعا، يعني هي عندك كليسنينج وعندك كرولز قدام عينك، هتبداي بقى تستفيدي اكتر وتعرفي تطبقي الكلام ده بشكل كبير. في بقى رولز خاصه جدا، يعني مثلا ممكن في وسط البراكتس تلاقوا ايه، خدوا بالكم. يعني بصوا مثلا دي بتتقرا ازاي. ام اسمع كل واحد بقى. ارنت 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 تمام، يعني كلكم نطقتوا الار، محدش زعل الار رغم ان مفيش هنا ار، بس ما بين اتنين فاولز. لا ما داش بين بعدها فاول. ها يعني ار بعديها فاول يا جماعه؟ لا بس مفيش بعديها فاول. انتوا بتبصوا ولا بتقولوا؟ صح. النوت النوت فيها ايه؟ ار الر الر. احنا نقول اينت. اسمها ايه بقى؟ اينت اينت. دي رسميا دي رسميا اينت. لا ار من غير نوت حسب بقى اللي وراها تمام. يعني مثلا ايه اهو زي، طبعا زي ار بتختصر كده زير زير اوكي. لو هم مهندسين يبقى زير انجينيرز. زير زير انجينيرز. ايه ده في ار هنا عشان انجينيرز اولها باول. لو هم تيتشر بقى هقول ايه؟ زير تيتشرز. لا زي تيتشرز كان مفيش ار اصلا. بس في شو ما تنسوهاش، يعني زي تيتشر زي تيتشر زي تيتشر. بعد الزي في شوا زي تيتشر زي تيتشر. اوكي طيب حاجه كمان هنا بقى، نرجع هنا تاني. هنا بقى حتى الناس اللي بيكتبوا انجلش العاميه
بيكتبوا aren't كده aren't اهو يعني كتبوها رسميا بينهم وبين بعضهم يعني بينطقوها زي ما بيقولوها فكتبوها aren't يبقى ما اسمهاش aren't مفيش حاجه اسمها aren't بقى خالص ده امريكان ولا بريتش دي اي حاجه ده الاثنين اه طبعا مش ده مش احنا خدنا رول الار دي في البريتش اصلا طيب ما هو ده الصح ما هي دي الفكره هل احنا نقول كاتل غلط عشان الناس اللي قدامنا وما نقولش الصح اللي احنا اتعلمناه كاتل هي دي الفكره انا المفروض اقول كاتل المفروض اقول اينت هو ده الصح اوكي لكن العين احنا نعود نعلم الاطفال بقى ها ار زي ار زي ارنت ارنت وساعات بنعملها ارنت كمان يعني بنعملها لا ما ينفعش تجزئه ما ينفعش تجزئه يعني انا هتعامل مع ايه هنا بطريقه وبعد كده هتعامل مع ناس ثانيه بطريقه ثانيه يعني هتقسم الانجليش بتاعك شكلين مش صح ده الصح وخليكوا غلط ايوه ده كنت لسه هقول ده مبدا غلط اكيد ده مبدا غلط طب انا عرفت الصح ليه بالعكس انا اعرف الصح ده انا واقول الصح واخلي اللي قدامي يقول الصح بس هو ده اللانج اصلها لانجوج مش بمزاجي يعني فاهمين يعني الموضوع مش بمزاجي هي ليها رولز لازم تتطبق كده هتطبق هو مش متقبل هو يدور بقى هو يدور يتعلم هو انت كتر خيرك قلت له المعلومه قلتها له بشكل غير مباشر ها اتريق او سال قلت له المعلومه بشكل مباشر اتريق بقى وما عجبوش خلاص هو خسرتنا بقى ده انت قلت له المعلومه ببلاش انت خدتيها بفلوس زيرو زير كل دول نطقهم واحد ولكن طبعا الميننج بتاعهم مش واحد يعني في اول واحده زير تنطقي الار زير انجينير عشان اي زير انجينير هنا هتقولي زير تيتشرز مفيش الار عشان دي تك اوكي بالمناسبة دكتور اشرف بعد اذنك ايه الفرق ما بين زير وزير الاثنين الاخرين ايوه زير دي اوبوزيت اوف هير هير اند زير هير اند زير يعني هنا واثنين زير دي معناها بوسيسيف يعني زير ليكتشر يعني المحاضره بتاعتهم هم زير تيتشر المدرس بتاعهم هم زير ماذر مامتهم هم ولكن زير الاولانيه خالص هم ايه هم مين هم تمام بس كده انا خلصت كل ده يور ويلكم اوكي يلا احنا امتى لما يعني مش هقول حاجه تورست يعني زي حضرتك كده لما تقابل تورست بتاع زي حضرتك نتكلم معاه نتكلم بقى بس انت حسب يعني ممكن رانيا كمان شهرين تبقى خلاص جاهزه انت ممكن كمان اسبوعين تكوني جاهزه صفاء اخذت شهر محمد اخذ سنتين حسب البراكتس يعني انا عملت براكتس يوميا عملت براكتس ساعات كتيره عملت براكتس قليله كل ده هو اللي هياثر على وصولي للي انا عايزه بس المهم ابني على بيزكس بس دلوقتي انا فضيت نفسي ساعه وقاعده كده افتحي الجروب بتاعتنا شوفي عليها ايه النهارده ما لقيتش مثلا فانا اعتقد ان في القديم بقى في اوديو قديم في فيديو قديم في لينك قديم في حاجه قديمه افتحيها حاجه انت ما فتحتهاش الاسبوع اللي فات افتحيها وهكذا تمام او مثلا اقصى حاجه اسوء حاجه ممكن نعملها ايه ان نروح بعتينا على الجروب مثلا اي حاجه ننقش بيها الناس كده ان انجلش اوكي مثلا يعني لكن ما عملتش او تروح مثلا على اليوتيوب ادور حاجه معينه ما هو فكره ماشي لو احنا بقى اتاخرنا قوي عن بعض وانت ما لقيتيش حاجه جديده وعايزه تعملي حاجه دوري بس قبل اي حاجه هاتي اللينك ابعته لي انا جبت اللينك ده اوكي ولا ايه؟
طب ممكن يا دكتور انت ترجح لنا بعض الافلام احيانا وتقول لنا يعني افتحوا الفيلم ده والفيلم ده والفيلم ده خلينا ملحين بمعنى ان انا ما حطيتش طب حسسوني ان انتوا موجودين وانا اتاثرت وانا اللي اثرت يعني بلاش الاحساس العكس انتوا اثرتوا فانا لكن لو انا اللي اثرت هزعل قوي لما حد يقول لي فين وانا ما بعتش احنا نخنق هتقولي بدل الحاجه او هتقولي بدل الحاجه وهعطيكم لكم حاجتي خلاص مش شغل بس انا عايز اعرف بس ايه السبب ان مثلا جاي مثلا بتكلم وانا ببقى فاهمه جدا ان انا لو عملت سنتنس لنفسي وانا بكتبها بتلاقي في مش انا اقولها كتابه حتى هذه السبب انت قلتيه لنفسك انت قلتيه لنفسك من شويه بريك زايس انت سمعتي كتير اوكي بس ما كتبتيش كتير وما اتكلمتيش كتير بس طب ما عندك مشكله خلاص في الليسننج بقى لسه عندك مشكله في الرايتنج لسه عندك مشكله في السبيكنج عشان ما عملتيش قد ده على قد ما تسمعي على قد ما تكتبي على قد عشان كده بقول لكم ايوه عشان كده بقول لك ايه الاوديو ليسننج سكريبت الاوديو هو الاوديو نفسه ده في 3 تاسكس بسمع بكتب بقول خلاص ادي ثلاثه اوكي يبقى ناقص ايتين وعلى فكره كمان فيها ريدنج مستخبيه ما هو السكريبت اللي انا ببعته لكم بتقروه قبل ما تقولوه يبقى انا كده عملت ايه ليسننج ريدنج رايتنج سبيكنج في اوديو واحد. بس. بالظبط كده. تمام؟ ها؟ مين عنده اي كويشنز تاني؟ تمام؟ اوكي، طيب بصوا احنا هنعمل دلوقتي برزنتيشن ميكس، اوكي؟ عشان بقى ما اخرفهمش اكتر من كده لان الحمد لله احنا انا مبسوط ان الحمد لله احنا كده استغلينا وقتنا النهارده باحسن شكل ممكن الحمد لله. انا شايف ان احنا اخذنا داتا اصلا ممكن ما ناخدهاش في شهر. وطبعا ده بفضلكم انتم برضو بعد ربنا اكيد لان انتوا اللي شجعتوني ان احنا نعمل ده يعني فده كان حاجه حلوه جدا ترجع لكم انتوا ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله براكتس كل اللي احنا هنكتب لا اللي جاي يعني مثلا لو دخلنا ليفل ثاني جميل بصي انفورميشن جديده براكتس اكتر على اللي انت عارفاه بالاضافه ان في نيو انفورميشن برضو شهور على كده يبقى ليه كل حاجه انت بداتيها يعني دي بيزكس كلها عارف الكليه كان دايما كل حاجه بداتيها يقول لك ايه في سنه اولى انتروداكشن صح سواء بندرس عربي او انجليزي مقدمه في الاحصاء اللي مش عارف ايه مقدمه في القانون اللي مش عارف ايه انتروداكشن تو بايت يبقى دايما المرحله الاولى بتكون انتروداكشن بعد كده في بقى ديتيلز اكتر يبقى احنا كده اخذنا الانتروداكشن تقريبا ها هل معنى كده ان دول بس لا في تاني بس لما اجي اخد بقى الباقيين احنا مثلا النهارده اخذنا ايه 1 2 3 4 رولز بس على الحته دي لا انا بعد كده ممكن تلاقي نفسك بتاخدي 10 حاجات كده وعلى الماشي ليه؟ انت خلاص عملتي بيز كويسه جدا فاكره بقى البيز دي احنا هنبني عليها كذا وكذا 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 فتلاقي نفسك ممكن في ليكتشر واحده بتاخدي 10 حاجات معتمدين على حاجه من هنا فكل حاجه من دول لسه ليها تكمله ولسه ليها كتير ولسه بقى محتاجين احنا حاجه ثانيه برضو احنا مش شايفينها لسه ان اول ما بتعملوا البيزز دي كويس قوي بتقابلنا مشكله البوكاب بقى يعني خلاص انا كده بقيت حلو بقى بروفيشنال بقى عارف اكتب كويس واتكلم كويس عايز بقى اتكلم فافوجئ ان انا مش عارف اقول ليه بقى؟ في حته وقعت مننا فين البوكاب طيب؟ عايزين نكسب بوكاب بس فكل ليفل بيزرع او بينمي عندنا او بيزود عندنا حاجه بس لكن احنا مش ناقصنا حاجه يعني عايز اقول لكم بصوا يعني انتوا الكورس من غير كورس انتوا تمام انتوا مكملين مكملينها ازاي بقى؟ براكتس خلاص يعني انا شايف ان اصعب حاجه احنا خدناها مع بعض اللي كمل بشكل دايركتلي معايا هياخد انفورميشن اكتر وبيزكس اكتر تخليه واقف على ارض صلبه اكتر واللي ما كملش هو اوريدي ثابت يقدر يشتغل برضه على شغل كويس واحنا مع بعض برضه يعني اللي عنده اي بروبلم في تقابله بشكل مباشر او موقف او مقابله او شغل او اي حاجه يبعت لي وانا معاه ونوصل للي انتوا عايزينه احسن كمان ان شاء الله فاهم يعني اللي عنده سؤال في شغله اتس اوكي عنده سؤال على دراسته وعنده سؤال على ولاده وعنده اي حاجه اوكي اتفقنا طيب ها مين بقى هيعمل برزنتيشن البرزنتيشن اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي زي صفاء هي صفاء بصراحه مشكوره هي عملتها احنا محتاجين نعمل بص بقى احنا هنعملها مش بتاعي لا هي الانترودكشن صغنطوطه قوي في الاول بعد كده الكلام بقى الباقي كله على الكورس نفسه
اخدت ايه في الكورس ده، استفدت ايه، ايه الحاجات اللي انا اخدتها، ايه الحاجات اللي انا استفدت بيها، الحاجات دي كلها تمام. ها فنجرب. اوكي مش هقول بقى مروه عشان هي قعدت هنا قالت لي مش هتبدا بيا، فنبدا بوصفاء بقى. خلاص هي عملت عليها اه اسماء لسه جديده لسه جايه تسخن. ايوه يبقى مفيش حد بيصور، محمد بيصور دلوقتي، يبقى دلوقتي محمد مستخبي. طبعا يا ويز ايه، ايوه هتقف ده برزنتيشن بقى وعيش حياتك. بس الاول انت اختاري ريكوردد ولا نوت ريكوردد خالص. اوكي 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 يبقى احنا نفس البلغتين.